السلام عليكم البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كنتمنى انكم تكونوا بالف خير وصحه وسلامه كيف ما غتشوفوا معايا من خلال هذه الصور فانا اليوم جيتكم فكره على تقنيه ديال في الحمامات وفي لي كيف فكيف ما كتشوفوا معايا هنايا اخترت لكم غتلقاو مجموعه يعني من الصور ومن الافكار على تقنيه التدلاك في الحمام هاد التقنية اللي قديمة في المغرب كانت كدار يعني في الرياضات وفي المنازل الكبيرة ودابا رجعات وبقوة على الموضة انتشرت بزاف في أوروبا وبداو كيعتمدوها هنايا الرياضات ولي خصوصا في المدن يعني السياحيه القديمه بحال مراكش وبحال فاس فولا عليها اقبال كبير ولاو يعني كياخذوا كي المعلمين هنا ديال تدلاكت تيديهم لاوروبا كي باش يديروا يعني دي فورماسيون للصناع تما ديالهم لانهم كيحماقوا على هاد الفكره ديال تدلاكت والشكل اللي كتعطي يعني بالنسبه للفضاء اللي كدار فيه فاحنا كنشوفوا الناس يعني كاين اللي كيديرها مثلا في الصالون في لي سيجور في لي ولكن اليوم ما اقترحت عليكم فكره ديال تدلاكت في الحمامات انا هنا غتلقاو حمامات بتدلكت 100% وكاين حمامات اللي فيها ميكست ما بين تدلكت والزليج المغربي التقليدي القديم فكيف ما كان ان تدلكت فيها مجموعه من الالوان الرائعه لانها كتخدم اولا بمواد طبيعيه الا وهي الجير والصابون البلدي وهذا المواد كيسهل انك ديري فيها اللون اللي بغيتي يعني اي لون درتيه كيخرج كي لك كتقدري ديري الحمام باي لون طاح لك على بالك الاسود الكري الاحمر الاخضر داك التركوا الصومون الاورنج البيض البيج اش اي لون طح لك على بالك يمكن انك ديري فيه صباغه ديال التدلكت فحنا كنعرفوا ان هاد الصباغه شنو هو المميز فيها حنا يعني في العاده ملي كنبغيو يعني الحمامه تخرج لنا فيه لوميديتي اولا باش يعني ما يتكرفش لينا كنديروه اما كله جليج اولا جليج و جرانيت اولا نص جليج ونص صباغه ولكن اللي خصنا نعرفوا ان هاد التدلكت الميزه الاولى علاش الناس كانوا كيديروها يعني في الرياضات في مق... يعني في المدن كي قلت لكم بحال مراكش انها مقاومه للماء فانها ما كتخليش الماء يدخل ما كتخليش الغموله ما كتخليش الرطوبه لو فهي مقاومه للماء لذلك فهي الخيار الامثل للحمامات آه اللي عجبك كي... اللي كيعجبني اكثر في هذه التقنيه هذه كتعطي داك كتعطي داك ال# داك ليفي ديال ديال الحميمية يعني كيجي داك الحمام دافئ أو زوين أو كتعطي داك لي ليفي نسيابي لأنها كت# كت# كتطبق أو كتحك أو مك# بحال مكيجيش بحال مكتجيش مقنتة كتجي س# كتجي نسيابية أو بحال رطبة كتجي مروعة بمكان كنقدرو نقادو الحمام ديالنا بالشكل اللي بغينا يعني ب# ب# بالديزاين اللي بغينا يمكن يمكن لينا نصاوبو به حتى كي كتشوفو هنايا دوك الدخيلات بحال دابا لي زيتاجير اي شكل بغينا نديروه كيجي رائع عاد يعني خلاص الى 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 زدنا عليه واحد اللمسه ديال الزليج المغربي فكيجي رائع بزاف كيف ما كتشوفو معايا هنا هنايا هنايا افكار كثيره كيفاش انكم تصوبوا حمام سواء كانت عندكم دار او سواء كانت عندكم ابارتومون يعني افكار لجميع المساحات وجميع لي بودجي حنا كنعرفوا ان تدلكت فبما انها كتخدم بمواد طبيعيه فالخدمه ديالها كتكون صعيبه بزاف لان ديك لا ماتيير باش كتخدم كتعجن أه، وكتطبق يعني بواحد الادوات اللي هي بسيطه واللي اهم من ذلك انها ما فيهاش لي برودوي كيميك يعني المواد اللي كتستعمل فيها بعد الحريفيه الأصيلين كيستخدموا مواد اللي هي طبيعيه داكشي علاش الثمن ديالها كيكون شويه طالع كيبدا من 150 حتى 200 درهم للمتر فانا عجبني هنايا مجموعه من الاشكال قلت علاش لا ما مع المتابعات ديالي ونطيح عليهم افكار سواء اللي بغى يبدل سواء اللي الله كيبني فيزعم على هذه التقنيه وما يخافش فكما قلت لكم عازله عازله للماء كتعطي واحد ليفي رائع وزوين وكتولي بحال شي لمسه فنيه في الحمام ديالك خصوصا الا زدتي عليها دي بحال دابا الفاس يكون اما بالزليج اولا بالنحاس والمرايح أو حتى هي وداك وداك البولا الفاسك تقدري لمدرتيش ما درتيش يعني فاسك غير عادي غير داك غير داك اللمسه يعني في الديزاين اللي يكون يصوب المعلم يعني يدير واحد الشكل اللي هو تقليدي أه هنا كما غتشوفوا كاين اشكال تقليديه واشكال مودرن فتدلكت كتليق يعني كتقدر تصوب بها كي قلت لكم تدلك بحال الباطا موديل تصوب بها الشكل اللي بغيت غير تكون راسم واحد الشكل او تكون عندك صوره يعني اللي طابعه تعطيها للمعلم غادي يخرج لك داكشي اللي بغيتي كيتليكم بحال بطا مودلي وفي الوان اللي هي مختلفه وفي اشكال اللي هي مختلفه وكتعطي واحد وكتعطي الرونق رائع بالنسبه للمنزل فكنتمنى حبيباتي كما العاده ان هذا الفيديو وهذه الافكار تكون عجبتكم آه كما العاده كنقول لكم ما تنساوش اللايك التعاليق ديالكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل كل ما هو جديد ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي بسلام عليكم